سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سائلا يسأل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ابن مسعود diyor ki deseler sorsaydılar bu nedir Allah'tan iyi bir borç alma Allah'ı borçlandırma güzel bir borçla borçlandırma sorusu ayetini sorduklarında derdi ki سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حجاج مالزين انتفاق كلهم يقول مع بعض في الطابور الناس كثير بس لحن جميل كمان نسيت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعض الأوقات لحن جميل جدا أفضل من 100 مرة أن تقول سبحان الله أكبر مرة واحدة تقول باللحن اللي يلفت النظر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا من الله العلي العظيم. أبو الليث سمرقندي تقريبا أبو الليث سيدنا أبو الليث سمرقندي هو كمان جميل يعني يقول من ليس لديه شيء أن يتصدق فليستغفر للمؤمنين جميل جدا anladın mı verecek bir şey yoksa diyelim veremiyorsa belki cimriliğindendir malı var ama değil mi verecek bir şey yoksa dersen o zaman daha açık olur. Belki Kayseri'dir adam. Allah 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 Allah. Elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا من الله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا من الله العلي العظيم سبحان الله
illallah.